اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. راح نديروا 83 من الكتاب المدرسي صفحة 68. قال لك تمثل، قال لك يمثل الشكلين واحد واثنين من الوثيقة واحدة نوعين من المشابك، مشبك كهربائي ومشبك كيميائي، بينما تمثل الوثيقة اثنين تفاصيل أكثر لمشبك اثنين الممثل في الشكل واحد. قال لك هام الأسئلة تلقاهم منا في جهة في الصفحة 169. قال لي تعرف على المشبكين الموضحين في الشكل واحد واثنين. إذا المشبك الموضح في الشكل واحد وش هو؟ مشبك كيميائي، هاو من حويصلات هاو قاعد يفرز. إذا المشبك وفي حويصلات مشبكية، إذا مشبك كيميائي. إذا باسكو الخلية القبل المشبكية عندها حويصلات كيميائية فيها الأسيتي كولين، إذا مشبك كيميائي. والمشبك التانيين مادام قال لك مشبك كيميائي وآخر كهربائي، إذا ديريكت مادام هذا كيميائي الآخر أو كهربائي. إذا مشبك شكل واحد كيميائي ومشبك شكل اثنين كهربائي. قال لك ضع البيانات، وين راحوا البيانات؟ واحد هاو واحد، ها واحد هنا واحد هنا، واحد زر مشبكي، هذا واحد زر مشبكي، اثنين حويصلات مشبكية، اثنين حويصلات مشبكية، ثلاثة خلية بعد مشبكية، ثلاثة ها هي شيئها وغشاها، إذا ثلاثة خلية بعد مشبكية، أربعة ثلاثة خلية بعد مشبكية، أربعة حويصلات واش، أربعة جزيئات المبلغ الكيميائي المفرزة، هاو يمتيرش للحويصل المندمج، شوف مليح هي تشير للحويصل، إذا أربعة حويصلات المبلغ الكيميائي لاسيتيل كولين المفرزة، أنت تقول حويصلات المبلغ الكيميائي برك المفرزة، باسكو ما على باليش هذا مشبك كيميائي مثبط ولا منبه، نقولوا أربعة واش حويصلات المبلغ الكيميائي المفرزة. خمسة هاي غشاء خلية القبل مشبكية، خمسة غشاء الخلية القبل مشبكية، ستة حويصل مشبكي حالة الإفراز، ستة حويصل مشبكي في حالة الإفراز، ستة حويصل مشبكي في حالة الإفراز، زيد سبعة قنوات كيميائية، سبعة قنوات كيميائية أو قناة واحدة تقول له سبعة قناة كيميائية. ثمانية هاو ثمانية غشاء بعد مشبكي، ثمانية غشاء بعد مشبكي، تسعة وين راحت؟ تسعة وين راحت؟ بالك كاينة غير ثمانية، ها من البيانات يكملوا منها خاوتي. إذا تسعة أنيبات، تسعة أنيبات، أنيبيبات، تسعة أنيبيبات، تسعة أنيبيبات، ها هم تسعة أنيبيبات ولا يسميوها أنيبيبات، أنا نسيت الاسم بالضبط، المهم تسعة هاهم كوني مديها لك، أكتب أنت أنيبيبات صون شكل، صون شكل أنيبيبات. وين راحت؟ عشرة، عشرة هاي هويو، لا عشرة هويو، لا 11 ميتوكوندري، ثلاثة الخلية كما ثلاثة في الشكل هذا هي الخلية البعد مشبكية. 12 هذه 12 خاوتي مرور الشوارد عبر قنوات الاتصال، هادو نعيطوا لهم قنوات اتصال هكا في المشبك الكيميائي، هادو نعيطوا لهم قنوات الاتصال، طبعا ما قريتوش انتوما في الدرس. 12 قنوات الاتصال هكا مرور الشوارد عبر قنوات الاتصال. 13 طبعا قنوات الاتصال، 13 قنوات الاتصال، 8 غشاء الخلية البعد مشبكية، 5 غشاء الخلية البعد مشبكية، منا خلاص هادو هما البيانات. قال لي قارن بين المشبك واحد واثنين، ماذا تستنتج؟ قال لي قارن بين المشبك هذا الكيميائي والمشبك هذا الكهربائي، ماذا تستنتج؟ نقول له مقارنة المشبكين، المشبك الكيميائي جهة والمشبك الكهربائي في جهة. نقول له أخويا في المشبك الكيميائي يوجد فراغ بين الغشائين، يعني بين غشاء الخلية القبل المشبكية والغشاء الخلية البعد المشبكية، ويوجد مبلغ كيميائي مفرز، يوجد غشاء، يوجد فراغ بين الغشائين غشاء الخلية القبل المشبكية والبعد المشبكية، ويوجد مبلغ كيميائي مفرز. نقول له بينما اخويا في المشبك الكهربائي، نقول له بينما في المشبك الكهربائي يوجد اتصال، يوجد اتصال، شوف الاتصال، شوف لهنا الفراغ وشوف لهنا الاتصال، يوجد اتصال بين غشاء الخلية القبل مشبكية وغشاء الخلية البعد مشبكية، ولا يوجد مبلغ كيميائي مفرز، لا يوجد مبلغ كيميائي مفرز، بل توجد شوارد تعبر، بل توجد شوارد تعبر عبر قنوات الاتصال، بل توجد شوارد تعبر عبر قنوات الاتصال. هذا هو برك، هذا هو الاختلاف سهل. قال لي تمثل الوثيقة اثنين، درك راح يحل الوثيقة اثنين، هاي الوثيقة اثنين، قال لي تمثل الوثيقة اثنين هاي كما راك تشوف فيها تفاصيل الاتصال بين غشائين الخلية، يعني قاعد يعطيك الوثيقة اثنين هذه،
تاع هذا تاع الشكل هذا، الوثيقة 2 تاع الشكل هذا، وش هي هذه أكثر وضوحا. قال لك تمثل الوثيقة 2 تفاصيل الاتصال بين غشائين الخلية بين غشائي الخليتين، يعني الخلية قبل المشبكية هذه والبعد المشبكية هذه، للمشبك 2، ها هو للمشبك 2 اللي هو هذا. وش قال لي؟ قال لي ما هي المعلومة المستخلصة من هذا الشكل فيما يخص آلية عمل هذا النوع من المشابك؟ قدم أوجه الاختلاف في عمل المشبكين السابقين. إذا مش راح نقول له يوجد استمرارية بين غشاء الخلية القبل المشبكية وغشاء الخلية البعد المشبكية في المشابك الكهربائية، هاي كاينة استمرارية. زيد وش نقول له؟ نقول له عكس المشابك الكيميائية طبعا، ينتقل النبأ العصبي، ينتقل النبأ من الخلية القبل المشبكية إلى الخلية البعد المشبكية. قال نهضر له على هذه، ينتقل النبأ من الخلية القبل المشبكية إلى الخلية البعد المشبكية مباشرة عبر قنوات اللي هي قنوات الاتصال، مباشرة عبر قنوات الاتصال التي ترتبط أو التي تر التي ترتبط بين الغشائين، غشاء الخلية القبل المشبكية وغشاء الخلية البعد المشبكية مشبكية. هذا هو، هذا اسهل، هذا هو بشكل سهل. قلت لك ما هي المعلومه المستخلصه في هذا الشكل فيما يخص اليه انتقال هذا النوع من المشابك. اذا تقول له ينتقل النبأ او الرساله العصبيه من الخليه القبل المشبكيه الى الخليه البعد المشبكيه، خلينا نقولها بطريقه احسن، تقول له ينتقل النبأ من الخليه القبل المشبكيه الى الخليه البعد المشبكيه مباشره عبر قنوات الاتصال، مباشره عبر قنوات الاتصال التي تربط الغشائين، التي تربط بين الغشائين، غشاء الخلية القبل المشبكية والبعد المشبكية. هذه هي. قال لي قدم أوجه الاختلاف في عمل المشبكين السابقين. قال لي أعطيني أوجه الاختلاف في عمل المشبكين السابقين. نقول له أوجه الاختلاف من ناحية البنيوية كما راني نشوف، بالنسبة أعطيناها لهم نورمالمون من قبل، قلنا من ناحية البنيوية لهنا يوجد غشاء أو فراغ، قلنا يوجد فراغ يفصل بين الغشائين، ولهنا لا يوجد فراغ يفصل بين الغشائين، وإنما قنوات تربط غشاء الخلية القبل المشبكية بالبعد المشبكية عبر قنوات الاتصال، عبر قنوات الاتصال. من ناحية الوظيفة درك هذا وش يختلف عن هذا من ناحية الوظيفة؟ هذا خاوتي من ناحية الوظيفة ينتقل النبأ العصبي في المشبك الكيميائي عن طريق مبلغ كيميائي، ينتقل النبأ في المشبك الكيميائي عن طريق مبلغ كيميائي. هكا ينتقل النبأ من المشبك الكيميائي من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية عن طريق مبلغ كيميائي، بينما لهنا ينتقل النبأ من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية عن طريق مرور الشوارد عبر واش؟ عبر قنوات الاتصال، أو نقول له ينتقل النبأ في المشبك الكهربائي بفضل قنوات الاتصال، حيث تعبر الشوارد عبرها من الخلية القبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية. خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلوا على النبي، اذكروا الله، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله. أوه.